في مستجدات قضية خطف أحد المشاركين في مسلسل بطلوع الروح، خبرنا السار لهذا اليوم هو الإفراج عن محاسب مصري يعمل لدى شركة الصباح المنتجة لهذا العمل اسمه صادق رولي، كان انخطف من حوالي أسبوع لما اعترضته سيارة فيها مسلحين في منطقة بعلبك اللبنانية خلال تصوير العمل. شركة الصباح زفت هذا الخبر فورا في بيان وأكدت أنه صادق رولي اللي اشتغل لأكثر من 20 سنة في الشركة عاد لأسرته بخير وسلامة بعدما تكاتفت الأجهزة الأمنية اللبنانية مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والجيش لفك أسره. وبعدها بساعات كمان طلع الجيش اللبناني في بيان وأكد خبر تحريره بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة، ولازالت العمليات لإيقاف المختطفين متواصلة لمحاسبتهم بحسب بيان الجيش. ومن لحظة تحرير الموظف المختطف فجر اليوم اتصل السفير المصري ياسر علوي على طول يهنئ أسرة صادق ويطمئنهم بموعد عودته بسلام إلى مصر، وتشكر كل اللي ساهم بإرجاعه من يد اللي خطفه. فمنتج بطلوع الروح صادق الصباح كان بيتابع مع السلطات الموضوع بنفسه لحظة بلحظة من أول ما تداول الناس خبر خطف الفنان أحمد صلاح السعدني أحد أبطال المسلسل يوم ما طلع ونفى خبر خطف السعدني ووضح أن المخطوف هو محاسب مصري. وعلى المنصات من بعد إعلان خبر الإفراج عن الموظف المختطف في مقطع متداول يعتقد أنه للحظة الإفراج عنه. تريح هذا هذا الممثل عند جلال هم مبلغين عنكم عشان كده هم خللوني تريح هذا هذا الممثل عند جلال